داعش انا جاي وناوي وفارس مقلب برعاية داعش ولا عمرك هتكون هارش ايه راح يجرى لك ايه هخطف قلبك وانا اسف واتحزن احزن اسف وهفرقع وانا مش خايف والباقي مش هحكي عليه لو فاكر نفسك جامد مهما هيحصل لك ثابت ولا تفرد صدرك وارد يطلع مقلب مجانين لو فاكره هيفهم واهم اصله ده حافظ مش فاهم ونفوخك يفضل وارم وابقى مني بقى مني ميني داعش ميني داعش ميني داعش ميني داعش حلقة النهاردة معانا شخصية اتشهرت على الانترنت بانه بتاع الاونطة والصياعة علشان الاونطة ليها ايه؟ ليها نسة راجل مسيطر واي حد بيلجأ له في المنطقة بتاعته يخلص له حاجة بيخلصها بي بي بيخلص انت عارفة اصلا ايه ده؟ انا ما اعرفوش هو الناس كتيرة ما تعرفوش ما قلتليش رأيك انت في الضفاير بتاعتي النهاردة في الشاكة قوي هو اللي هيعلمك الاونطة بقى تعبنا جدا لحد لما دورنا على رقمه ولقيناه وعرفنا نتواصل معاه هنتكلم اشرف دلوقتي المفروض ان هو جايبه في الطريق نفهمه ان احنا دار ايتام وكده اشرف ما بيردش الو السلام عليكم عم ابراهيم عم ابراهيم كان اسهل حاجه ان احنا نقوله ان احنا عايزين نقابلك بقولك احنا بس بعتينك كده لناس معلش عمل خيري دار ايتام وهم حابين يشوفوك يعني الايتام بصراحه وانا خدامك وخدام الايتام يا عم الحاج ايه هي دي الاونطه هي دي الاونطه بس الاونطه ليها نفسها الو الو يا عبكة وشك ازاز مكسور عامل في الحته دعبكة الله ينور عليك انت جامد جدا انا بتفرج عليك كتير ايوه كده عدت نفسك خليك حلو معايا اظبط لظبطك الخوف في حلقه عم ابراهيم ان هو ممكن يكون مخبي اي حاجه علشان يدافع عن نفسه بيها اهلا بيك في ميني داعش ايوه انا عم ابراهيم علي صوتك شويه انا مش سامع منك حاجه انا عمك ابراهيم طب ثانيه واحده صباحي. اهلا وسهلا عليكم السلام اتفضل اتفضل اهلا بحضرتك ثانية واحدة لو سمحت هقعدك بس اتفضل اتفضل على الأوضة اتفضل ازاي حالك ازاي حضرتك ازاي صحتك عامله الحمد لله ما شاء الله يعني حضرتك الشهامة والقوة كلها باينين عليك ما شاء الله الله اكبر في عيني الله يكرمك انا خطيبي انا هوريه لك هتشوفه عامل ازاي فانا يعني عايزه حضرتك تعلمه كده ايه يبقى ناشف وراجل وقوي كده وشهم زيك بالظبط ماشي عشان انت يعني هوريك بقى عامل ازاي وانت حضرتك بتضحك ليه وانا شكلي يعني مضحك يعني لا حضرتك لا 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 حضرتك يعني بتتريق على شكلي لا 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 انت زي العسل النحل الله يخليك يا رب بسطتني والله بس يعني فانا ما تزعلش مني بقى اوعى تكون زعلان لا لا والله لا والله مش زعلان لا والله بس بالله عليك يعني ايه بالراحه عليك كده انا عايزاه يبقى ناشف كده وراجل عايزه اشوف حاجه فظيعه كده قدامي زي حضرتك كده انا عايزاه نسخه منك باذن الله انا بصراحه لما شفتك اتاثرت بيك قوي لا تحت امرك تحت امرك الله يخليك تحت امرك تحت كل ما اسال على حد بقى مش لاقيه مش عارفه احل مشكلته دي ازاي يقول لي كلمي عم ابراهيم كلمي عم ابراهيم وانا خدامك الله يخليك عم ابراهيم يا رب وانا خدامك الله ده حضرتك متقم كمان بسم الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله الله رضا من ربنا هو حضرتك متجوز طبعا يا بختها يا بختها خطيبي يا عم ابراهيم الله زي صح زي حالك زي صحتك عامل ايه تمام عامل ايه انا كويس تمام انت اخبارك ايه 10/10 تمام الحمد لله انا عجباني الكوفيه بتاعتك دي لا والله والله اللسه دي من المنصوره بسم الله ما شاء الله اجدع ناس والله الله يصلح حالك والله انت من المنصوره ان شاء الله ده اجدع ناس الله يكرمك انا يعني مش من البلد من البلاد اللي هي بتبقى بس انا جامد جدا يعني انا اصل انا يعني جنسيات كده مخلط كده شويه لا والله اه لكن انت لابس ليه كده إيه طب هجيب لك حاجه تشربها مش عارف
هو ده وحش؟ ها؟ ده انا لفيت عليه الدنيا ده. لا والله. والله العظيم. بس ايه يعني طبعا. الرجولة تبقى لابس زينا كده. لا ما معلش يا عم ابراهيم يعني يعني معلش ما بحبش الغلط. ايه رجوله؟ ما انا رجوله قدامك انت شايف ايه كفاءه. لا ان هو هيقولوا ايه؟ هيقولوا ده معلش يعني هيقولوا لبس بنات عشان مخرم. لا ليه هيقولوا عشان مره اهو. ولا يهمك خلاص دارينا اللي اخرب. اي حاجه يا راجل عسلي. اصل انا يعني مش شايفها مش باللبس. يا سلام. ولا بالقعده. انا قلت له جوه. لسه انا شايله عم ابراهيم شكلين قوي. شكرا. ما بحبش الشاي انا بقى. ليه؟ بيسهرني بقى وانا ما بصدق انام. بقول لك ايه؟ والله ماشي. هو بس هيخاف منك طول ما انت ماسك العصايه. بس انا هحطها جنب كده هديها لك تاني عشان بس. شكرا. ما تسيبيها شكلها حلو. ده يا عم سيبه الراجل يقعد براحته ده. بص بقول لك بيسهرني الشاي بيسهرك. والله. لا والله. والله بحب الشاي بلبن. بلبن. بحبه قوي. لبن نيدو. نيدو. لا والله. البودره ده بيبقى احلى من الحليب. لا والله. اصل الحليب ده بي ميني داعش. ميني داعش. ميني داعش. ميني داعش. ميني داعش. لا والله. اصل الحليب ده بي في ايه؟ في ايه بس؟ مين الاخ؟ ده مين ده؟ في ايه؟ في ايه؟ انت مين؟ ايه اللي دخلك عندنا؟ ده انا جاي هنا. ده عم ابراهيم. بيعمل ايه؟ يا عم الناس دي جايباني. ايه بتعمل ايه؟ انا جاي تعمل ايه عندنا هنا؟ جاي اقابلهم عايزيني يتكلموا معايا. عايزينك في ايه؟ عايزين يتكلموا معايا. يتكلموا في ايه؟ انت جاي ليه؟ انت جيت هنا ليه؟ انا هقول لك جهاد بتقول لي انا جاي الاستاذ اشرف قال لي تعالى جيت. هيدربني. عايزيني هما بيتكلموا معايا. جيت هنا تعمل ايه؟ يدربني. انا عايز اعمل حركتين شقلبة كده. ده عايز يتعلم الحركات والجدعانة وكده. جاي ادربنا بس. ومين دخلك هنا؟ الاخت اللي كانت موجودة. هو اي حد يدخلك؟ جاد يا جاد. وايه المشكلة يا مروان؟ جاد. حاضر. انت مش عمال بتقول لي عايز اعلمك تقول تعالي. حاضر. انت مين فتح الراجل ده؟ والنبي والنبي ايه هو ما يعرفش؟ معلش انا. هو انت ما قلتيش؟ انا خفت اقول له. تقولي له ايه؟ طب هو واقف هنا. حاضر. واقف هنا. حاضر. يا عم مين اللي فتح لك الباب؟ ده كبرنا ده؟ ده الخير. مين اللي فتح لك الباب؟ الاخت هي اللي فتحت الباب. وانت اي حد يفتح لك الباب تدخل؟ طب انا خبطت واستأذنت ما دخلتش كده. انت جاي ليه؟ جاي عشان ادرب الاخ اعرفه الدنيا ماشيه ازاي. وتدربه ليه؟ واحنا ايه؟ ما هو انا مش عرفني ان حضرتك ما انت معلمتنيش الحركه اللي هي من الحته للحته دي. هو جاي بقى يفهمني. طب اقول لك حاجه استهدى بالله بس نسمع منه. نسمع منه والنبي. هو انا اي حد يدخل البيت هنا من غير ما نعرف؟ يا عم ليه 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 ليه؟ الروح ولا اللوح؟ اللوح 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 اللوح. بس دي كانت خطيبتي. كله اجمع لي هنا. ليه كده يا عم ابراهيم؟ كله يجي هنا. مش عارف مش عارف. اشنقني. مش عارف. اشنقني. اتحرك. تعال اقعد. هاتوا تعال هنا. كفراوي. كفراوي. اقعد هنا. اقعد هنا. تعالوا هنا. جيت ليه؟ الاخ عايز الاخت بتقول لي عايزين نعلمه وندربه وكده فانا جيت عشان اشوفه عايز ايه. وعلمته؟ لسه بنتكلم وحضرتك دخلت. انت تعرف تعلم ايه يعني؟ انا الاونطاجي اعلمه الاونطه ماشيه ازاي في الدنيا. انت بتشتغل ايه يعني؟ ها؟ بتشتغل ايه؟ اونطاجي. والنبي ما قلنا. ايوه يعني بتكسب فلوس من ايه؟ يا مولانا سؤال والنبي. بالتمثيل. بتمثل على الناس؟ علمني الراجل ده اي حاجه. لا عايز اسال سؤال والنبي. علمني الراجل ده اي حاجه. طب اسال سؤال يعني ما تسالش. طب علمه. 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 قلت لك علمه. طيب يا عم انا مش قلت علمه. علمه. طيب يا عم الحاج خلاص بقى. خلاص صل على النبي. ايوه عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. ماشي اقول ماشي. زيك ولا لا ما تقولش زي اللي انا اقوله بس وتسمع. انا وانا جاي واخد بالك انت ازاي ما لقيتش مواصلات.
ماشي. ركبت اتوبيس ماشي؟ ماشي. وانا راكب الاتوبيس طلعت لا مؤاخذة 50 جنيه عشان الكومساري. واحد واقف راح دايس على 50 جنيه. انا اسف، جنيه دي؟ جنيه يعني؟ اه ماشي. ماشي؟ لما داس على 50 جنيه فضلت قاعد ساكت. جينا فين؟ جينا عند الزراعة، واخد بالك؟ وفي واحدة نازلة، رحت قاعد مكانها في ايده لفة، رحت واخد اللفة حطيتها على حجري. حلو. ماشي؟ ماشي. وهو داخل لمؤاخذة رمسيس، رحت واخد اللفة ونطت من الشباك. قال لي هات اللفة، قلت له هات ال 50 جنيه، هات اللفة، رحت واخد هات ال 50 جنيه، خدت اللفة ومشيت. يعني أنت حرامي؟ جايبين لي حرامي؟ يا عم مش حرامي. أمال إيه؟ هات ال 50 جنيه. ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش. قال انت حرامي؟ جايبين لي حرامي؟ يا عم مش حرامي. امال ايه؟ ال 50 جنيه. ايه 50 جنيه؟ تاخد منه الحاجه ليه؟ ما هو ما خد ال 50 جنيه. اصبر، انا عايز افهم بس دلوقتي، يعني انت ما خدتش ال 50، باخد باقي ال 50 جنيه؟ ما خدتهاش؟ يا عم هو خد ال 50 جنيه وانا خدت اللف ومشيت. ايه الاونطه في كده؟ انا اعمل ايه؟ يعني تعمل ايه في ايه؟ ايه هي الاونطه؟ اللي ايه هي الاونطه؟ ايه هي الاونطه؟ الاونطه اللي انا خدت حاجه قصاد حاجه. ايه الصياعه؟ ما هي دي الصياعه وهي دي الاونطه. انت هتشتغل معانا، هتشتغل معانا. بترخي. بتضحك ليه؟ عامل ايه طيب؟ بتضحك يا عم الحاج. بتضحك ليه؟ طيب يا عم في ايه؟ خلاص مش حد هيضحك. هتسجل كلمتين عشان نضمن ان انت معانا. بربري. سجل قول. اقر انا. اقر انا. اسمك كارما خارب. ايه اسمك؟ عم ابراهيم الاونطاجي. كونفس بومبا. ان انا اللي فجرت مجمع التحرير. قول. متضحكش. متضحكش. بلاش. شلي اقول ازاي؟ قول ان انا اللي فجرت مجمع التحرير. انا عندي سؤال، ابراهيم الاونطاجي ده اسم مركب؟ قول. طب خلاص قول. انا ابراهيم الاونطاجي. كار مخارب. ايه كار؟ كار مخارب. ايه مخارب؟ ايه كان فيس بومبا. فيس بومبا بالعربي بقى ان انا اللي مسؤول. انا اللي مسؤول عن تفجير. عن تفجير اخر اربع ابراج كهربا. اخر اربع ابراج كهربا. بس كده خلاص. شوف انت بقيت معانا خلاص كده. الو. ايه الحكومة داخلة علينا؟ بوليس. انت بلغت عننا البوليس؟ يا عم انا بلغت. كله يا رب يعمل حاجه بسرعه يا رب. طب مين ده؟ اربطني معايا انا اللوح اللي جاي. يعني اربطني معاه بسرعه ما تلخصش. طيب ماشي. محدش يناقش. اسمع اسمع يا الحاج. اسمع اسمع. هات 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 الحزام من جوه. اربطه اربطه في الكرسي. ايه يا عم الحاج؟ في الكرسي. اربطه في الكرسي. امبلي دلوقتي. هتقبلي. اربطه في الكرسي بسرعه. يا عم خلاص يا عم. اربطه في الكرسي كويس. اسمع هات ده اربطني انا فيه. ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش، ميني داعش. الم البندقية، اخرج البندقية. كل الم كل حاجة واخرج. هسيب لك الملاية بقى عشان تغطيه. الم كل حاجة واخرج. يلا بسرعة كله يخرج، مفيش وقت، بجد كله يخرج بسرعة. ماشي ماشي. بلاش تجويد كله يخرج. روحي. كله يخرج. اللي أنا لابسه ده هينفجر في خلال 3 دقايق. لا إله إلا الله. هنموت كلنا. اخرج. اهرب. اخرج. يا عم الحاج. الحكومة داخلة علينا، هنموت كلنا. حاول تهرب، حاول تهرب، حاول تهرب، حاول تهرب بسرعة. افتح الباب من هنا. افتح الباب، افتح الباب ده، افتح. اثبت اثبت اثبت. كده بهدلت الدنيا يا عم ابراهيم؟ انا ما بهدلت حاجه. امال مين اللي عمل كده؟ انا عارف. احنا متنا وبنتحاسب.
حاسب بس هنفكهولك هنفكهولك هتعور نفسك هنفكه نورتنا نورت ازيك يا باشا نورت اصلح حالك انا عارفك اهلا بيك والله عارف نورت الله اصلح حالك انا اتبسطت والله بالحلقه بتاعت الناس ديت ناس زي العسل ايه اكتر حاجه بقى خضتك القنابل والمفرقعات دي هي اللي بصراحه خضتني انا موافق ان الحلقه تتذاع وقول بقى لجمهورك ايه هي الاونطه وايه واقول لهم كل سنه وانتم طيبين الاونطه ان انت تكون بارم الدنيا ولففها وعجناك عشان ما حدش يضحك عليك صحيح. واخد بالك والاونطه اكتر ان انت تتعرف على الناس تفهم اللي قدامك من غير هو ما يتكلم الانسان ده كويس او مش كويس والسياعه ليها ايه والسياعه ليها ناسه ليها ايه ليها ناسه ليها ليها ناسه يا محمد علي شكرا كل سنه طيب شكرا يا ابراهيم شكرا